شباب، رجعتكم حلقة جديدة أسرار ورائم عن الجني المنثم. من هو؟ ما نعرف. فيلا نشوف من هو الجني المنثم. هلا والله بالأسيار، مقطع جديد، واليوم عندنا تحدي جديد، واليوم راح يكون عندنا تحدي الأكل الحقيقي ضد المصاصات، ومعاي الجني المنثم. الجني معانا اليوم، واليوم راح يكون تحدينا الرهيب هذا جدا. قبل ما أبتدي، شكرا لكم على الدعم. المقطع اللي طاف، المقطع الماضي آخر تحدي وصلنا فيه 1,000,000 مشاهدة في أقل من يوم، فشكرا لكم يا شباب على الدعم الرهيب جدا جدا جدا. هذا إذا تبون مقطع آخر، هذا المقطع نبي يوصل ل100,000 لايك. انتوا قادة وانا عارف، يلا فجروا اللايكات وخلونا نبتدي مع بعض ونشوف وش مجهزنا الجني اليوم. اوكي، راح افطر ونشوف الجني ايش راح يسوي. يلا امر الحبيب، يلا نشوف وش عندنا. شنو هذا يا ساتر ربي؟ هذا شنو؟ وش الشيء؟ انزين يلا خلونا نشوف وش الشيء. ما ادري. يلا 1 2 3 يا ساتر. شباب راح اشوفكم احد التحديات، تحديات المشروب. طريقة خس. جزر. قولوا تحديات المشروب. تحدي سيد الجني على المشروبات، تشرب المشروب سام سيد السم. يلا روح. ما اسمع بعد. كيف هذه؟ ما يصير. يلا يلا ها خلاص تمزح. دقيقة. هلا والله بالأسياد، مقطع جديد وتحدي جديد اليوم بيكون عندنا. اليوم راح يكون عندنا أكل على طول. خلونا هذا الحين انا اشرب يا اخوان تشوفون؟ لا اشوفه تواثق. شباب تدرون هذا شنو؟ هذا مشروب غازي على عشب 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 الملعب جراس. يا الله يا الله، إذا صادني شيء إنك ما تتوفق. يا الله يا شنو يا جني؟ شنو مش داعش مش بتجيب جني؟ شنو مقادير؟ يلا حط حط. الله يستر. دقيقة عشان بعد الكل يصدق. ها شوفوا يا شباب، شوفوا يا شباب، ما يبان. اوكي انا في شباب في. يا الله سمعوا بكل تنبيه. سمعتوا؟ عيد المقطع واكتشفوا. عما سمعت ايش قال عما؟ جربت من قبل تاكل ورقة شجرة؟ ورقة شجرة بس
بس غازية شوي. جني ما أتوقع إن اليوم بيعد على خير. سواء شباب راح أكتب لي لعاب عربي خاف نايف. سيد انت تصور يا عمار تحدي الجني الملثم؟ شنو انت؟ انت قاعد تصور يا عمار تحدي الجني؟ سيد انت قاعد تصور يا عمار مو الجني ويا عمار. سيد انت ليش قاعد تصور يا عمار؟ ايش وقت انت صورت يا عمار سيد؟ ها ليش قاعد تصور تحدي الجني بالعجلة الدوارة يا عمار؟ سيد ليش قاعد تصور يا عمار؟ ها وما تقول لنا؟ ما يصير سيد قاعد يصور يا عمار وما يخبرني. ثواني شباب ايش جاي؟ خلصون سلوم شباب. ماما ايش كاتب؟ اني بحب نكشف عن شخصية الجني بيحط. شباب هذا مو جني هذا عمار. احلف وكل تعادل عمار. عمار سمعت ايش قال؟ عمار قال عمار سمعتوا؟ بس ما كمل الكلمة كاملة لأن خاف ليشوفون المتابعين. قال سيد ها شباب ثم خلاص حسون ماما ايش كاتب؟ شباب ركزوا شو قال سيد؟ قال عمار ايه قال عمار شفت سمعتوا سيد ركزوا شباب سيد شو قال عمار سمعتوا هاي بكل تنبيه حتى انا قلت اقول هيجي شباب انا شنو اعمل تليفوني عربي عمار شباب ركزوا سيد قاعد يصور وين عمار قال عمار ثواني شباب ركزوا راح اروح لاسم الشبكة واكتب عمار بالانجليزي عفوا خلاص عمار انكشف سرك شباب ركزوا شباب انتوا ما قستوا ان السيد قاعد يصور يا عمار الجني الملثم شباب ركزوا
سيد يصور ويا عمار. عمار 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 قول لي صارت الحين شباب انكشف سرك يا عمار انكشف سرك لا ها هذه ايه كثير من التعليقات تقول عمار وبعضهم يقولون مو عمار ثواني ما تعال ما كافي قلت لك ذب عاد هو سهل جدا الجن هو عمار ها سمعتوا الجن هو عمار سهل جدا بعد انتم ما تسمعون يعني اشياء اسرار عن عمار والجن يا ملث ان شاء الله تجدون مقاطع اكثر من الجني الملثم وعمار عمار وضد الجني الملثم راح انزل لكم تعليق اسطوري فزعوا على شغل لايك شكرا قناة والى اللقاء تابعوا الحلقة حسنا.